النهاردة يا حبايبي قاعد في الدكان شغال، لقيت نفسي جوعت مرة واحدة، قلت ابعت عبد الله يجيب لي اكل. راح عبد الله جاب لي الكفتة يا حبايبي، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، جاب لي كفتة وما جابش عيش. ايه ده؟ قعدت ابص قلت طب انا هعمل بقى اختراع جديد، هاكل الكفتة مع كل صبع كفتة هاكل معاها حاجة جديدة نستطعم ونقول لكم رأينا فيها ايه بصراحة. طبعا ده بسكوت فريسكا، هنجربوه. بسكوت فريسكا مع ايه؟ مع الكفتة، ونقول لكم رأينا فيه. طبعا احنا بنعمل تجربة مفيش حد عملها قبلي، ولا حد هيعرف يعمل اللي انا بعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعمله ميكس. بأمانة جامد جدا 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 جدا. دلوقتي يا حبايبي هندخل على التجربة التانية. بس انت نسيت حاجة يا بابا، نسيت تقيم الفريسكا، اديتها كام من 10؟ الفريسكا انا ما قيمهاش، لا انا بعمل تجربة جديدة مختلفة عن الناس كلها، اي حد يشوفها ما يصدقش ان في حد بيعمل اللي انا بعمله. بص يا حبايبي، صباع كفتة اهو، الشوكولاتة الكبرى، احساس يا حبايبي رهيب قوي جدا، ميكس خطير، ميكس خطير خطير خطير. لو قعدت اوصف لكم محدش هيصدقني. يا وين يا جماله، كده يبقى لنا اخر تجربة، البسكوت الشوكو بسك هنجربوه مع الكفتة. جربوا ونقول لكم برضو ايه. انا بعمل يا حبايبي تحديات مختلفة محدش سبقني فيها ولا حد عملها قبلي. مش عارف اوصف لكم الاحساس اللي انا حاسه. ها شفت ايه؟ كده فاهم لكم. اكل الاول